السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، هلا شباب. في هذا الفيديو سنشاهد طريقة مسح الصور الخاصة بنا نهائيا من الهاتف. معلومة، فون قناة تهتم بالهواتف والتطبيقات. إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة، لايك واشتراك ليصلك كل جديد نقوم بتنزيله على هذه القناة، ونتابع الفيديو. أحيانا نريد بيع الجوال لشخص آخر ونخاف أن يقوم هذا الشخص باسترجاع الصور الخاصة بنا بطريقة معينة، لكن في هذا الفيديو سأريكم كيف يتم مسح الصور نهائيا ولا يستطيع هذا الشخص أن يقوم باسترجاع الصور، وذلك عن طريق الكتابة على الصور. كيف ذلك؟ سنقوم بتنزيل تطبيق، هذا التطبيق يعتبر من أشهر التطبيقات. أول هذه الخطوات أن تقوم بعمل فورمات كامل للهاتف. بعد أن تقوم بعمل فورمات كامل للهاتف، نقوم بعمل كتابة على الصور. كيف ذلك؟ نقوم بتنزيل تطبيق، هذا التطبيق يعتبر من أشهر التطبيقات. سوف أضع لك رابط هذا التطبيق في أسفل الفيديو في صندوق الوصف بجانب عنوان الفيديو، يوجد سهم صغير تقوم بالضغط عليه تنتقل إلى صندوق الوصف، بعد ذلك تحمل التطبيق أو تقوم بتحميله من جوجل بلاي مباشرة. التطبيق اسمه ديسك ديجر، هذا هو التطبيق. بعد فورمات الهاتف نقوم بتنزيله، نقوم بالدخول على التطبيق. كما تشاهد مسح مساحة خالية، وبالأعلى يؤدي هذا إلى الكتابة فوق المساحة الخالية على جهازك، بحيث لم يعد من الممكن استرداد الملفات المحذوفة منه. نقوم بالضغط على مسح مساحة خالية، وبعد ذلك البدء في مسح المساحة. ننتظر قليلا حتى يتم الانتهاء. بعد الانتهاء من عملية المسح واكتمال العملية إلى 100% سوف تظهر لك هذه الشاشة. الآن تقوم بالضغط على كلمة موافق. بهذه الطريقة لن يستطيع أحد استرجاع الصور الخاصة بك، ويمكنك بيع الهاتف أو الاستغناء عنه وأنت مطمئن. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.